وفي غرفة عمليات البروفيسور ماكلاهان دخلت الطالبة سارة ليون طالبة الدراسات العليا حيث كان مشرفا على رسالتها البروفيسور ماكلاهان. مرحبا، هل البروفيسور موجود؟ وجهت سارة حديثها للموجودين في الغرفة وبابتسامة خفيفة. أهلا سارة، قال دكتور جيمس، تعالي تعالي انظري إلى النموذج الذي توصلنا إليه، نحن الفريق الفائز بجائزة نوبل هذه السنة. مدهش بروفيسور، مدهش، إنها معادلات رائعة. إنه القرآن. عرض دكتور جيمس على سارة نص الآية القرآنية. هذا النص في كتاب القرآن، تلك الكلمات كان لها الفضل الكبير في صياغة هذا النموذج الرياضي. هل تصدقين هذا سارة؟ حقا؟ هل توصلتم إلى هذا النموذج الرياضي بالاعتماد على القرآن بروفيسور باقر؟ وما المانع سارة؟ القرآن كتاب له أهمية علمية لم تكتشف بعد. سارة، إن الغريب في الأمر هو البروفيسور ماكلاهان. ماذا؟ ما به البروفيسور؟ هل اعترض على استخدام بروفيسور باقر للقرآن في عملكم؟ عزيزتي سارة، لم يكن البروفيسور باقر من استخدم القرآن، إنه البروفيسور ماكلاهان، تلك هي مفاجأة الموسم. من؟ بروفيسور ماكلاهان؟ إنه ملحد، لا يعترف بأي دين، فكيف يستخدم القرآن؟ هل أنتم تمزحون؟ أنا لا أفهم شيئا. ربما أن له اهتمامات بالديانات والكتب المقدسة أو شيء من هذا القبيل. على الأرجح فإن الأمر قد حدث على هذا النحو، فربما كان له اهتمامات بالكتب المقدسة كما ذكرت سارة. سأغادر لأكسب لقمة عيشي، فإن الكثير من الطلبة بانتظار محاضرتي حول آليات ابتكار صيغة الدوال من الرسم البياني. وجه دكتور جيمس لهما الكلام وهو يجمع مجموعة من الأوراق من على المنضدة أمامه. بالتوفيق. بروفيسور باقر، هل هذا هو النص الذي اعتمده بروفيسور ماكلاهان؟ إنه آية من آيات القرآن سارة. لطالما أثار اهتمام القرآن، قالت سارة، إنه يختلف عن التوراة وكذلك الإنجيل. بالرغم من أن سارة يهودية، فلقد كانت مولعة بدراسة الكتب المقدسة للأديان السماوية بصورة محايدة تماما. بالتأكيد سارة، بالتأكيد، أجابها دكتور باقر. في مكتب البروفيسور ماكلاهان الخاص، حيث كان يغط في منام عميق، شاهد فيه نيران ومجموعة من الرهبان والقسسة، وهو يركض ومعه رجل متوسط في العمر، فيه كثير من الشبه، يركضان كلاهما مذعورين، ثم فجأة وجد نفسه في تابوت ثم استفاق بسرعة، وكأنه عاد من جهنم. ما هذا الحلم الذي حرك كل خوف ورعب في روحي وجسدي؟ ماذا يحدث لي؟ تكلم ماكلاهان بصوت أجش وقد ارتسمت على وجهه علامات التعب.